يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من قال إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، وإن الله في كل مكان متأولا كالأشاعرة، لا ما يقول هذا متأول، هذا ما يقوله إلا واحد متعمد، ما يقوله إلا واحد متعمد. نعم. القاعدة ما ذكرناه لكم أن المتأول أو المقلد لا يكفر لكن يضلل قال ضال، أما غير المقلد وهو المتعمد هذا يكفر. نعم.